كشف الفنان المصري عمرو واكد تعافيه وتعافي ابنه من فيروس كورونا الجديد أو ما بات يعرف باسم كوفيد-19 وسط سيل من التعليقات والردود. جاء ذلك في تغريدة لعمرو واكد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث قال: تم بحمد الله وبقدرته شفاء ابني من فيروس كورونا، وهعمل لايف قريبا اتكلم عن اصابتي بالفيروس وازاي ربنا كرمني وشفاني منه انا كمان. اللهم لك الحمد والشكر ويا رب تشفي الجميع. واوضح واكد في تغريده منفصله ردا على سؤال ادويه الحجر المنزلي، حيث قال: انا اخذت الاتي: باراسيتامول، فيتامين سي، حبوب زيت الزعتر، حبوب زيت الكريل، حاجه زي الجمبري كده وهو مسيل طبيعي للدم، واربع فصوص ثوم ني واحد على الريق. ممكن تاخد حبوب ثوم من الصيدليه، واكناشيا ومهدئ للسعال، ومشروب الزعتر بالليمون والعسل، وقرفه بالجنزبيل واللبن. ده اول تويتر. والتويتة التانية بقى أضاف الفنان المصري: وآكل صحي، لحمة أو فراخ مهم جدا، وشوربة فراخ بالبهارات، وقبل النوم كنت باخد حبوب ميلاتونين عشان النوم يبقى عميق، وحبوب زنك. طبعا محدش يجرب الأدوية دي، في ناس عندهم حساسية من الباراسيتامول تقلب معاهم تبقى مشكلة أخطر من الفيروس كمان. ده عمرو واكد، ودي زوجته ملكة الجمال المصرية، دي زوجته التانية، كان هو متجوز واحدة فرنسية وتم الطلاق، دي زوجته التانية. وعليكم معلومات عن زوجة عمرو واكد الجديدة، اسمها سارة شاهين، من مواليد القاهرة، وولدت في 1 يناير 1983، وتبلغ من العمر 37 سنة حاليا، وحصلت على لقب ملكة جمال مصر لعام 2001، وكانت تبلغ من العمر وقتها 18 سنة، وعملت في مجال إدارة المبيعات في إحدى الشركات الخاصة حتى دخلت عالم الفن. دي صور لي معاها، ملكة جمال مصر سنة 2001، لقطات رومانسية بينهم. وهنشوف برضو صورة زوجته الفرنسية اللي هي زوجته الأولى وهم ابنه. شاركت أيضا سارة شاهين في عدد من الأعمال السينمية، من بينها الحفلة وسكر مر والقط، وارتبطت بالفنان عمرو واكد بعد انفصاله عن زوجته الفرنسية في 2015، ولم تشارك بعد زواجها من واجد في أعمال فنية، بينما يعرض لزوجها حاليا فيلم القرد بيتكلم من إخراج بيتر ميمي. ودي زوجته الفرنسية اللي هي الزوجة الأولى، أم ابنه، هما انفصلوا. دي زوجته الفرنسية، إيه رأيكم بقى؟ شاركونا في التعليقات أنهي الأحلى، زوجته الفرنسية ولا زوجته المصرية؟ دي المصرية، سارة شاهين ملكة جمال مصر 2001. أكدت ريوان علاء ملكة جمال مصر للبيئة والسياحة عام 2017 إصابتها بفيروس كورونا، وقالت ريوان عبر حسابها الرسمي على انستغرام أنها ترددت كثيرا قبل إعلان الخبر، لكنها ترى أن هذا واجبها لتنبيه الناس وتوعيتهم، موصية متابعيها بعدم الاستهانة بالفيروس والانتباه لصحتهم. وكشفت ريوان أنها مصابة منذ 10 أيام، ونشرت صورة لها على جهاز التنفس، وكتبت عليها: أنا جالي كورونا وده سبب اختفائي الفترة ديت. ودي الصورة اللي نشرتها وهي مركبة جهاز التنفس، ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة. ودي ريوان طبعا قبل المرض، المرض كورونا ده هو بهدل الناس كلها، ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة.
دي صور ليها من على انستجرام، وأضافت: وأنا بنزل الصورة مترددة وخايفة، بس ده دوري وواجبي إني أقول لكم وأوعيكم حتى لو مش في مصلحتي. وقالت أنها لم تخرج من البيت منذ وقت العاصفة، ولا تلتقي أقاربها، ولم تفطر في رمضان خارج البيت، ولكنها نزلت مرة واحدة فقط متخذة كل الاحتياطات، لكنها ترجح أنها أصيبت خلالها، مؤكدة أنهم كانوا يلتزمون بشكل كبير بتعليمات الوقاية من الفيروس داخل المنزل أيضا، مضيفة: واخدين احتياطاتنا لدرجة كنت ببقى نايمة ألاقي ماما بترش علينا كلور وربنا يعلم. وأضافت ريوان: أنا بقالي 10 أيام من ليلة الوقفة، وإن شاء الله فترة صغيرة ونبقى كويسين. وناشدت المتابعين: أرجوكم خلوا بالكم لو بتحبوا أهلكم وخايفين عليكم، الموضوع مش هزار ومتعب قوي، أنا بيعدي علي أيام بموت فيها مش عارفة أتنفس، ما تستهونوش أرجوكم. وده من الكلام اللي كتبته: أنا مش هطلب منكم غير إنكم تخلوا بالكم على نفسكم، لو مش خايفين على نفسكم خافوا على أهلكم، لو بتحبوهم وخايفين عليهم لأن مناعتهم ضعيفة، إحنا كنا من الناس المحافظين جدا. وأيضا كتبت: نبضات قلبي سريعة ومش عارفة أتنفس كويس، مرض خطير كورونا محدش يستهون بيه.